ما هو الضابط في العذر بالجهل بالنسبة للتوحيد؟ وهل قراءة وتلاوة القرآن تكفي لإزالة ذلك العذر؟ أولا الضابط سواء كان يحسن قراءة القرآن أولا ويفهمه ثانيا أو كان يقرأه ولا يفهمه أو لا يحسن لا قراءته ولا فهمه، الضابط في ذلك هو أن يعيش المسلم في جو إسلامي صحيح، وتكون العقائد منتشرة في ذلك الجو حتى صارت من قسم ما يسميه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة. ولعل جميع الحاضرين يذكرون حديث الجارية التي كانت ترعى غنما لرجل في أحد، وأن الذئب سطى على الغنم يوما، فلما بلغه الخبر قال الرجل معتذرا لنفسه عما فعل بقوله: وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة. يقول الرسول عليه السلام: وعلي عتق رقبة. فأمره عليه السلام بأن يأتي بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد من الحديث أن كون الله عز وجل في السماء هي عقيدة قرآنية منصوص عليها في القرآن في غير ما آية صريحة، وعقيدة سنية نبوية عليها أحاديث كثيرة جدا. ولكن الآن كثير من المجتمعات الإسلامية لا تعتقد هذه العقيدة، فالرجل الذي يعيش في هذا الجو يكون معذورا لأن الحجة لم تبلغه، بخلاف من كان في مجتمع آخر عقيدة التوحيد هي فاشية ومنتشرة في ذلك المجتمع الذي أشبه ما يكون بالمجتمع الأول النبوي، والذي الجارية وهي راعية الغنم عرفت هذه العقيدة. هل هي درست القرآن؟ هل هي درست حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذلك ما يستبعد عادة من راعية غنم، لكن هي تعيش مع أهل بيت سيدها وسيدتها، فهي تسمع منهم وتتفقه على أيديهم فتعلم ما لم تكن من قبل تعلم. عكس من ذلك أمثالنا نحن أتباع محمد عليه السلام، نحن ما جاءنا محمد مباشرة لكن جاءتنا دعوة محمد. إذن من وصلته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على نقاوتها وعلى حقيقتها فقد بلغته الحجة، ولا يعذر بالجهل على ما وضحته آنفا. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي فضيلتكم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يرتكب منكرا وهو ذبح لغير الله، فهل يكون هذا مسلم مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام؟ يتقرب إليه.
هذا الذي يتقرب إلى غير الله بالذبح له أي لهذا الغير مشرك شركا أكبر، ولا ينفعه قول لا إله إلا الله ولا صلاة ولا غيره. اللهم إلا إذا كان ناشئا في بلاد بعيدة لا يدرون عن هذا الحكم فهذا معذور بالجهل لكن يعلم. كيف يكون في البلاد البعيدة؟ يعني مثل أفضل أنه عاش في بلاد بعيدة، مو مثل ليس بالمملكة، في بلاد يذبحون لغير الله، يذبحون للقبور، يذبحون للأولياء، نعم، وليس عندهم في هذا بأس ولا علموا أن هذا شرك أو حرام، هذا يعذر بالجهل. أما إنسان يقال له هذا كفر يقول لا أنا والله ما يمكن أترك الذبح للولي، فهذا قامت عليه الحجة فيكون كافرا. نصح نعم. فقيل أن هذا شرك، نعم، هل أطلق عليه أنه مشرك؟ نعم، كيف مشرك كافر، مشرك كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. تقدم تقرير على القضية غير مرة، وأن الرجل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه يقع في بعض الشركيات، وأنه لا بد من إقامة الحجة عليه والبيان له، لأن الله جل وعلا يقول من شاطئ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فيقضي هذا أنه لا بد من تبين الحق. إذا كان الرجل يعكف على القبور أو يعبد غير الله جل وعلا ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويقول لو أعلم أن هذا غلط ما تركته، ولكن يظن الصواب بسبب تلبيس علماء السوء ونحو ذلك، أن هذا يعتبر من الجهال. الراجع أن الجاهل يعذر إذا كان جهله معتبرا، لأن الجاهل نوعان، النوع الأول جهله إعراض تبين له ولا ينقاد وتدعوه إلى التأمل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسمع، هذا جهله إعراض وهذا كافر. وقد قال الله جل وعلا عن هذا وعن أمثاله والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. النوع الثاني كان معتبر وهو إذا بين له انقاد وترك ما هو عليه وقال أنا لا أريد إلا الحق وأظنه هذا تظنه صوابا بسبب علماء السوء أو بسبب وضعهم البيبي أو الاجتماعي أو غيره ذلك. هذا الراجح أنه يعذر وأدلة هذا كثير من الآيات السابقة ومنها ما جاء عند الترمذي من طريق سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن نحن بذوع عهد بكبر والمشركين سدوا يعقبون عنده ويعقبون بأسلحتهم قلنا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط. قال أنا تقولكم والذي نفسي بيدك ما قاد بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون يتركبون يتفنن من كان قبلكم. هذا إسناد صحيح ورواته ثقات وسنان بن أبي سنان ثقة. طلبة بني إسرائيل كفر لأن مجرد طلب الكفر كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بسبب أنهم ما قفلوا المخالفة ظنوا أن هذا الأمر يقربهم إلى الله، وحين بين لهم رجعوا وانقادوا ووحدوا الله جل وعلا تركوا ما هم عليه. فإذا كان الرجل لأهل المثابة عذر بذلك والله أعلم.